احبائي التلاميذ السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تعليم الفرنسيه لتلاميذ الابتدائي اليوم احبائي ومع بدايه السنه الجديده باذن الله سنشرع في حل التقويم الاول للسنه الخامسه ابتدائي evaluation 5 آني année primaire اذا التقييم الاول يتحدث عن الحيوانات هنا عندنا الاسد لو ليون والان سنقرا النص ونشرحه بالعربيه كوم أ أون بيل كريمير كيف لهذا الاسد بده جميله البده هي الشعر الذي يحيط براس الاسد On l'appelle roi de la savane » نسميه او نلاقبه ملك السافانا او الغابه

التي تشرب على النهر الى لاغ دو دورمير يبدو نائما يغمض عينيه وكانه نائم غازيل اتونسيون ايتها الغزالات حذاري سوف اي دونجيرو هذا الوحش خطير في لي فيت اهربوا بسرعه إلى بوندي لقد قفز والآن مع الأسئلة غيبون par vrai أو فو أجب بفغي يعني صحيح أو فو أو خطأ فو عندنا أربع جمل الجملة الأولى لو ليون أ أون بيل الأسد يمتلك بدة جميلة وجدنا هذا في الجملة الأولى Le lion a une belle crinière. Alors, c'est vrai ou bien c'est faux? Très bien, c'est vrai. هذا صحيح. sa vrai. deuxième phrase. Le lion n'est pas le roi de la savane. Elle a pas une La forme négative de la Snah est ملك السافانا هل هذا صحيح تري بيان سي فو قلنا ان الاسد هو ملك الغابه او السافانا الوغ سي فو هذا خطا لانه ملك الغابه هو لو ليون سانستال سور ان الاسد يستقر على جذع شجره ان ترون داف اذا نبحث في النص نعود إلى النص لو ليون أو بيان إيل هو سي لو ليون الأسد سانستال سيغ أن غرو كايو الأسد يستقر على صخرة كبيرة إذا سي فغي أو سي فو بيان سي فو هذا خطأ هو لا يستقر على جذع شجرة بل على صخرة كبيرة. 4. لو ليون est, un Le lion est un هو وحش خطير وجدناها في النهايه ce اذا هذا الوحش خطير او هذا الاسد وحش خطير c'est vrai faux. Très bien vrai. هذا صحيح هو خطير على الغزلان لانه ياكلها Deux. دون لو كونترير دو مو غرو دون لو كونترير يعني هاد ضد او عكس درسنا في السنه الماضيه لي سينونيم يعني المرادف و لو كونترير يعني لونتونيم يعني الضد هاد ضد الكلمه غرو غرو هنا عندنا غرو كايو يعني صخره ضخمه او كبيره اذا ضدها او عكسها le contraire qu'est-ce que c'est c'est petit peu aussi dire petit ça rire nous on peut maigre maigre ou c'est maigre. 3 séparer les constituants de يعني قسم اجزاء الجمله درسنا في السنه الماضيه اجزاء الجمله درسنا لو سوجي اس يعني الفاعل درسنا لو فيرب في يعني الفعل درسنا لو سي او دي لو كومبليمون دوبجي ديريكت المفعول به المباشر سي او دي ودرسنا لو كومبليمون دوبجي ان ديريكت قلنا انه المفعول به الغير مباشر وغالبا يبتدئ ب دو او ا اذا سنقرا الجمله لو ليون اي لو روا دو لا سافان الاسد هو ملك السافانا اذا سنبحث في الجمله لو ليون الاسد اي لو روا دو لا lion, qu'est-ce que c'est؟ الاسد ما هي؟ ما هو دورها في الجملة؟ C'est le sujet, الفاعل اذا نسطر تحته ونكتب S. C'est le sujet, Et, c'est le verbe. Être au présent, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, dans la c'est le verbe, c'est le verbe être au présent, ou le fait être au présent, c'est le verbe, c'est le verbe, et quoi, le lion et quoi,

4 مي أو فيمينا ضعفي المؤنث س ليان اي هذا الأسد خطير إذن نأخذ بالكلمة عندنا س درسنا في السنة الماضية لزجيكتيف ديمونستراتيف أدوات الإشارة قلنا أن في المذكر نقول س هذا إذن في المؤنث ماذا نقول هذه؟ جيد حاولوا أن تتذكروا ست سي أو دوبل تي أو ست هذه إذا الأسد تصبح لبؤة سنحولها إلى المؤنث الكلمات التي تنتهي بأن ماذا نفعل لها في المؤنث جيد نضاعف الكونسون نضاعف الآن ثم نضيف أو إذا ماذا نقول ست ليون ن دبل ان او اذا هنا ضعفنا لا كونسون نضع دبل تي او وهنا نقول ليان دبل ان او يعني هذه اللبؤه اي تبقى كما هي لاننا نقول اي إيه ال اي ال اي نفس الشيء دونجورو الكلمات التي تنتهي ب او او اكس ماذا نفعل لها Il est إيه Elle est dangereuse. Dangereuse. Il y a un Dangereuse. S-E à la fin. Dangereuse. E-U-S-E e -U -S -E à la fin. 5. Écrit au masculin. Nous avons un axe. Octop puis إن بال crinière. بدة جميلة أول شيء إن ماذا تصبح بالمذكر؟ جيد نحذف الأ تصبح ان ان بل ميزو ماذا نقول؟ أم بو هذه من الكلمات التي تتحول جميل تصبح بو إن بال كرينيير أم بو ميزو ده خشم جميل. سيس كومبليت par a أو a avec accent grave. هنا عندنا نظام فون غراماتيكو سوف تدرسوها يا أطفال. هذا لو فيرب أفواغ جي تو أ il أ إل أ إذا نستعمله كفعل. هنا عندنا أ نستعملها كحرف جر. سنرى ذلك. Le lion

à la rivière التي تشرب في النهر إذن أ هنا avec accent لأنه حرف جر ست conjugue les verbes entre parenthèses au présent صرف الأفعال التي بين قوسين في المضارع les liens être dangereux إذن هنا عندنا الفيرب être سنصرفه في المضارع ذكرنا هذا قبل قليل لي ليون لي ليون تساوي إيل افيك إس هم كضمير إذا نصرف مع إيل افيك إس ماذا نقول لي ليون أتر دونجورو إذا ماذا نقول لي ليون سأكتبها في الأسفل لي ليون سون جو سوي تي إي إيل إي إل إي نو سون إيل افيك إس سون إل افيك إس سون درسناها في السنة الماضية إيل يعني لليوم هنا أعطونا الضمير المناسب ضمير مباشرة تالي فعل ينتهي بأ آخ إذا سكال جروب أي مجموعة جيد المجموعة الأولى إذا نحذف الأ أول شيء نحذف لا تيرمينيزون النهاية نكتب الفعل كما هو تال دوبل ال اذا ماذا نضع في الافعال المجموعه الاولى في المضارع في النهايه هل تذكرون النهايات نهايه المجموعه الاولى في المضارع جيد او إ اس او او ان اس او او اذا مع ايل افيك اس هم ماذا نضع نضع ا ان تي Il s'installe sur un gros كايو اي جيتي عندنا هنا و تراقب لغزال الغزالات فعل من المجموعة الأولى مع نفس الضمير إذا سنصرفه بنفس الطريقة ماذا نقول اي جيت يعني لليون جيت يراقبون نضع لغة كال الجزء الذي لا يتغير ثم سنضع النهاية ما هي النهاية أه ان تي ألف سا ايكات لي غازيل والان مع التعبير الكتابي برودكسيون ايكريت pour enrichir le bestiaire animalier de l'école la maîtresse te demande de présenter le fenec اذا لكي تثري قائمة الحيوانات الموجودة عندكم في المدرسة المعلمة طلبت منك أن تعرف بالفنك هذا حيوان الفينك سوف تدرسونه في بداية السنة يا أطفال اكري ان تكس دوكيومونتير اكتب نصا وثائقيا دو دي فراز دون لوكال تو بريزونتيرا لو فينك alors في هذه في هذا النص او في هذه الفقره سوف تعرف بالفينك هنا عندنا بعض الطلبات 3 تيري ثلاث مطات امبلوا لا 3 بيرسون دو سينغولير استعمل الشخص الثالث في الضمائر للمفرد ما هو سيل هو إذا الفينك نقول دائما هو إيل 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 أمبلوى لو بريزون استعمل المضارع يعني صرف أفعالك في المضارع 3 أمبلوى أن فيرب ديتا استعمل فعل للحالة مثل أتخ مثلا هنا عندنا معلومات عن الفينك نو لو فنك اذا اسمه الفينك او لو غونار دي سابل او ثعلب الصحراء ثعلب الرمال فامي عائلته آه, كانيدي ماميفير اذا ماميفير يعني عائلته كانيدي و ماميفير يعني الثدييات ريجيم الغذاء كارنيفور هو يأكل اللحوم أكلات اللحوم. تاي يعني قياسه أو حجمه 20, à 40 20 إلى 40 سنتيمتر من عشرين إلى أربعين سنتيمتر. بوا يعني وزنه 1.7 كيلوغرام يعني واحد فاصل سبعة كيلوغرام. لونجيفيتي 10 ans. يعني يعيش حتى عشر سنوات. ليو دوفي أين يعيش le désert du nord de l'afrique, sahara, chemel et surtout en algérie, grâce à tefi, el gézère. d'autres informations, animalomètres, ocras, très longues oreilles, yemlicu, odonent, tawilatini, jidden, feu-lage, brun-creme, yani, farwatuhu, samra ou bounia, comme la couleur du sable, métallon, animal. c'est un animal nocturne. هو حيوان ليلي يعيش في أو يستيقظ في الليل وينام في النهار. هنا عندنا تعبير جاهز production يعني موجود فيه جميع المعلومات التي رأيناها قبل قليل. Le fennec est un هو حيوان صغير. C'est un mammifère de la famille des إذا هو ثدي من عائلة الكنيدي. Il est nommé le renard des sables. يسمى أيضا بثعلب الرمال. Il vit dans le désert du nord de l'Afrique, surtout en Algérie. هذه العبارة موجودة كما هي نقلناها. هو يعيش في الصحراء شمال صحراء شمال إفريقيا وخاصة الجزائر. نقطة. نضع بعدها الماجيسكول لو فونيك ان الفينك هو حيوان euh, ليلي il dort le jour, ينام في النهار et il sort la nuit pour chasser, ويخرج في الليل لكي يصطاد animal carnivore. هو حيوان لاحم ياكل اللحوم qui se de la يتغذى من اللحم ايل شاس هو يصطاد لي الفئران لي يعني سحالي اي لي سبازو والعصافير لو فينيك مزور 20 اي 40 سنتيمتر الفينكو يكون طوله ما بين 20 الى 40 سنتيمتر ايل باز يعني يزن 1,7 kg, 1,7 kg, et il vit jusqu'à 10 ans. Il voyage jusqu'à 10 ans. Il a de très longues oreilles, où il a des nénés et un beau pelage brun crème, ou fourrure d'une jumellete bonnia. Sa couleur très proche de celle du sable, yani لونها قريب جدا من لون الرمال وهكذا احبائي نكون قد انهينا اختبار اليوم الى لقاء جديد في فيديو مقبل باذن الله Au revoir.